مشاهدي شوف تي في تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر من مدينة وجدة كيتواجد معنا الشاب أميم الغجاري فنان ابن المنطقة الشرقية غني عن التعريف. أميم بالليلة ونهار ما فهموا له، عنده واحد الأغنية ديالو حتى لقاها مشهورة في التيك توك، يعني دايرها واحد الحالة والأغلبية نتاع الناس ما عارفينش يعني شكون مولاها. اليوم جاي يعني باش الناس يتعرفوا عليه ويعرفوا بلي انه هو صاحب الاغنيه ماما ما نصبرش بلا بيك، يعني دايره واحد الجا كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على تيك توك. خويا أميم مرحبا بك. ترحب بك جناش. لا ما نخلع ما ندهش. ترحب بك جنة خويا طارق. خويا أميم حكي لنا بعد هذه الاغنيه ديالك انت فوقاش سجلتها؟ يا اخي بعدا بسم الله الرحمن الرحيم نحيي بعدا المشاهدين والمتابعين ديال شوف تي في اللي تحتنا هذه الفرصه باش نعرفوا راسنا بعدا شكون انا وشكون الاغنيه. والمهم هذه الاغنيه يا اخي هذه تسجلت هذه واحد 7 شهور قبل ما تجي كورونا. هذه الاغنيه كنت خدمتها لايف اون لايف كما نقولوا، ماشي ارونجمون ملتي بيست، خدمتها يعني ديك الخدمه ديال اللي كان خدمها في لي سواري بالحفلات. هزيت الكلافيس درابكي ديالي اللي كيخدموا معايا ومشيت للاستوديو وخدمتها اون ديريكت، تصوير بالموسيقى يعني لايف، ما كانش داك الشيء قطع ولا بلاي باك ولا داك الشيء مباشر. المهم درت هذوك الاغاني بزوج، درت الاغنيه الاولى كانت ديال سميتها المهم لايف، راك عارف انا غير خدمتهم لايف ديال عادي تزين وبقيت حزين وموراها يعني اون ديريكت خرجت في ديك ماما ما نصبرش بلا بيك. هاد الاغاني ديال الفنانه ديالنا الشابه الزهوانيه كان انا عاودتهم بطريقه لايف. كنت درت كي سجلناها وطلقنا الفيديو في اليوتيوب عجبني الديسك الاغنيه الزاوجه ماما ما نصبرش بلا بيك، قلنا علاش نخليو اغنيه بوحدها والاغنيه الزاوجه نحطوهم سميتو في اليوتيوب، بقاو الناس يقولوا لنا الاغنيه الزاوجه راها مزيانه يعني حاجه مليحه. هذيك هي تفهمت انا ومنير العلاوي قلت له نقطعوا الاغنيه الزاوجه نحطوها في اوترشين، قال لي واه فكره مليحه. حطيناها في اوترشين بقات هكا، بقات المهم بقات ديك لاشين شويه ما معروفاش، بقات تما. المهم على حساب واحد 7 شهور، هذه واحد سيمانه ما بين ليله ونهار، واحد سيمانه 5 ايام هكا كانت في 250,000 في، دابا راها في 700,000 في، يعني في ظرف 5 ايام جبت واحد العدد، جبت واحد 500,000 في، نص مليون في، وتشهرت بزاف في تيك توك في مواقع التواصل الاجتماعي يعني ما بين ليله ونهار. لقيت تلقى الاغنيه ديالك بصح ما معروفش شكون يغنيها. واه لقيت الاغنيه يديروها الناس في تيك توك في الانستغرام فيسبوك في الواطا فين ما غير ماما اللي بيك بيا واللي ضرك ضرني يا مامي ماما ما نصبرش بلا بيك ماما بيت الاول في عليك يا قطراني. المهم هذه الاغنيه لقيتها دايره ضجه كبيره يعني، واغلبيه ديال الناس ما عارفينش شكون اللي غناها. واه ايوا الاحساس ديالك الجاي. ايوا واش نقول لك، زعما تكون راقد وتفيق تلقى واحد ضجه كبيره يعني واحد شهره واحد البوز كبير. ايوا بالسيف غادي نفرح، عجبني الحال. سي أميم بالنسبه للناس اللي ما يعرفوكش بغيناك تعرف لنا شكون هو أميم، فوقاش بديت، شنو الاعمال ديالك اللي مشهور بها، بلاصه اللي خدمت فيهم، مهرجان شاركت فيهم؟ يا اخي طارق نعرف راسي، انا الشاب أميم الغجاري زياده اسم حقيقي ولا اسم فني؟ هذا اسم فني، الشاب أميم الغجاري زياده وخلق في وجده، وجدي 100% كنغني ستيل ديال الراي رقاده، المهم جميع لي ستيل، كنكتب كندير ملحن كندير المسرح، يعني عندي بزاف ديال متعدد المواهب. وبديت المسيره الفنيه ديالي في 98 يعني غير كهاوي، المهم كهاوي هكا فهمت، سنه 2002 بالضبط 2002 هذه 18 العام فاتت درت اول البوم ديالي، يعني سجلت اول البوم ومن ثم بقيت كنسجل لي البوم كل عام البوم زوج، كل عام كان غير الوقت ديال الكاسيت والسيدي. خويا أميم سوك واحد السؤال مهم، واحد الوقت كانت المناجره ديالك هي المراه ديال محمد لامين. واه الفنان الكبير اللي اعتزل. واه اعتزل. واه لمحمد لامين من لا يعرف محمد لامين. واه فنان تبارك الله غني على التعريف. نكلاسيوه مع حسني وخالد خسني واه يعني السكه القديمه. السكه القديمه الهند القديم. سونتيمونتال بزاف. واه انت يا
شكون اللي عطاك فرصه باش تخدم مع مرت لامين كمانجيره ديالك؟ ولي ذكر كانت المانجيره ديالك نتايا وحتى شاب سيمو يمكن وساميراي وساميراي، وعلاش ما بقيتش معها؟ يا اخي انا باش تعرفت على هذيك السيده الله يعمرها، دار بعدا نوجه لها واحد التحيه من هذا المنبر ديال شوف تي في، مرا معتزله لا هي لا السي محمد لامين، اعتزله الغناء. كانت عندي واحد الاغنيه كنت سجلتها في 2008 ديال دمعه بدمعه بحال الشمع حالت الى حالها. كنت خدمت في، كانت دارت واحد الشهره في الامارات في دبي، يعني مع سبحان الله ديك الاغنيه في دبي دارت واحد الشهره. كانت واحد الشركه تما يقولها ستار، المهم هذا عيل ديك الاسماء باش ما نديرهمش اشهار، واحد الشركه يعني كانوا يقلبوا عليا كمغني، ما عرفونيش فين كاين، واش في المغرب واش في الجزائر، ما فهمت مغني تاع الراي كما كان، يعني ما كيعرفوش واش جزائري ولا مغربي بحكم اللهجه بحالنا بحال الجزائريين بحال. ايوا هذيك هي اتصلوا بها قالوا لها بغينا واحد المغني، ها شكون ايوا هي هذيك اتصلت بيا تما بقات العلاقه. ايوا الحمد لله السبب هي الشركه، هذيك الشركه وداك الشركه ديال داك راه يعني حيت انت ما تفهمش الدومين هذيك كلفتها باش هي بالماناجمنت ديالها بالماناجمنت، وهي هذاك مول الشركه هو داك واحد الفنان كبير تبارك الله داك كاتوريم واحد الرابور تونسي كان هو اللي داير الشركه، هو اللي يعني صاحب هذه الشركه يعني راه واحد. وعلاش ما بقيتش معاها؟ ايوا اش نقول لك؟ ايوا جات قلنا غير قول لا غير ما كيما نقولوا صافي بحال هما اعتزلوا صافي يعني اعتزلوا صافي هما اعتزلوا هما ما الحمد لله خدمت معاه مهرجان في مهرجان وهران مهرجان الكرامه يعني بزاف ديال المهرجانات الحمد لله معاه بزاف. بغا نعرفوا علاش الشاب اميم غايب على الساحه الاعلاميه، علاش غايب على الساحه الاعلاميه خصوصا الساحه خصوصا يعني التلفازه؟ التلفازه يا اخي ما جاتنيش فرصه باش نفوت في التلفازه. واش انت ما دقتش بيبان واش؟ ايوا كاين صراحه كان ندير التواصل ديالي ولكن ما جابش الله، مازال ما جابش الله يعني في لي راديو الحمد لله كان عندي واحد لقيت اقبال بزاف في لي راديو، كنت كندوز في لي راديو بزاف، ولكن القنوات ديال التلفازيه لا الاولى ولا الدوزام ولا المهم مازال ما كتشوفش انت بلي انه هذا يعني جميع الفنانين المنطقه الشرقيه كيعانيوا نفس المعاناه انهم الله يرضي عليك يعني للظهور في التلفازه الا بعض الوجوه اللي دائما هي اللي كتكون هذا الشيء اللي تنا هذا السؤال راه كيما نقولوا واقف فيه هنا في الراس ما عارفش علاش بالضبط زعما يعني الاغلبيه الكبرى يعني ديال الفنانين ديال المنطقه الشرقيه لا معروفين ولا ما معروفينش الحمد لله راه عندنا طاقات تبارك الله ولكن قلال ما كيبانوش في التلفازه ما عرفتش علاه يعني بعض السميات ماشي بزاف اي واحد السميات قليله هما اللي تقريبا باينين في التلفازه وعندنا تبارك الله سميات كبار هنايا ما كنظنش انهم على الدراري هنا الفنانين هما اللي كيدقوش البيبان وكيبحثوش مثلا ما تصلش بينا ما عرفتش لا هي فريمون هي واحد يعني خصو خص اللي ما اللومه دائما ما نديروش اللومه ديما في ما يمكنش اصحاب يجي يدق عليك في الدار لا ضروري خصك انت تدق البيبان تدق ولكن انا كنصيفط لي دوسي دو بريس ديالي لقنوات لمناجر ولكن ما عرفتش علاش ما عيطوليش كان زعما كان دق البيبان ومازال ما جابش الله ان شاء الله. خويا امام الاغنيه اللي تشهرت بها انت بزاف اللي معروف فيها انا خويا كنت دو واحد الوقيته كنت فين كنت كندير اغنيه كتشهر وعاوده كاين كتطفى عاوده كاين شهر فهمت اللي خدات واحد شهره واسعه اللي دابا راه خاديه شهره واسعه اللي دابا راه 10 سنين الاغنيه الاغلبيه الاغاني اللي كيسجلوا كدير شهر شهرين ثلاثه كاع كتموت. عندي واحد الاغنيه اللي مازال راه من 2010 ل 2020 كل عام كتحيا الاعراس الحفلات غير هي مارش ديك ديال انا لفوتوني ميت حداك لا تبكيش عليا هذه درتها رقاده ولكن درتها رقاده عربيه عروبيه ودرت فيها الموسيقى يعني غربيه يعني رقاده بموسيقى غربيه. وعندي اغنيه اخرى حتى هي كانت دارت واحد الضجه في تيك توك حتى هي كانت ديال هاي هاي خلوني لا نعشق رايي دار لي يا ماما يا نزين الداني يا نانا ناي ناي موتوا يا عدياني هذه دارت واحد الضجه وعندي بزاف الاغاني اللي معروفين. المهم اذا طلبنا منك شي اغنيه سنتيمونتال للجمهور اللي كيتفرج فيها شنو تبغي تغني لنا؟ واه مرحبا على راسي وعيني شكون تختار؟ نختار
اختار شي اغنيه ديال نصرو ولا حسني ولا المهم شي سنتيمتر. تفضل الحب يا مآية الله يا وقليل يعرف يقراه شي فهم فهم حروفه وشي بقى حاصل معاه الحب يا مآية الله يا وقليل يعرف يقراه شي فهم فهم حروفه وشي بقى حاصل معاه. هذا مقطع صغير نهديه للجمهور ديالي والجمهور ديال شوف التي في والمغاربه داخل ارض الوطن وخارجه. شكرا خويا امام غادي نجيو المطاف نهايه الحوار ديالنا بغيتك تقول لنا شنو هو الجديد ديالك وشنو علمتك الجائحه ديال كورونا؟ نبداو بالجديد. الجديد راني موجد واحد الاغاني ان شاء الله، عندي شي اغاني راهم مسجلين مازال ما خرجوش الحمد لله الزهر انا كيما نقولوا واش ربي خبرني ولا مانيش عارف. انا قبل ما تجي كورونا مشيت سجلت مجموعه ديال الاغاني وخليتها في الارشيف، كنت نقول غادي نسجل بزاف وبقى كل شهر شهرين نطلق اغنيه، ولكن انا ما كنتش عارف اللي غادي تجي لها كورونا ولا غير بارازار. وهذوك الاغاني راهم مسجلين متسوسين، راني كل مره كنطلق اغنيه وعندي اغاني اخرين راني كنوجد فيهم باش نسجلهم ان شاء الله، ونتمنوا التيسير من عند الله سبحانه. شنو علمتك الجائحه تاع كورونا؟ يا اخي علمتني الجائحه ديال كورونا باللي الفن ما خص الواحد يتكل عليه. الفن يعني الانسان خصو دائما يدير هذا الفن، يديرو غير هوايه ما يديروش كمهنه، خصو ضروري يشوف شي بروجي ديالو ولا شي عمل ولا شي حاجه اللي يعيش بها. اما الفن كتجي مثلا هيا جات كورونا كلشي حبس، اغلبيه ديال لي زارتيست الموسيقيين كلشي راه حابس دابا ما خدامش، يعني شكون اللي راه عايش غير اللي عنده شي خدمه اخرى، عنده خدمه اخرى يديرها ولا تجاره ولا شي بروجي. اما الفن بوحده ما كيوكلش الخبز. انت يا خويا امام واش انت كتشتغل غير الفن ولا عندك شي خدمه اخرى؟ انا يا اخي دابا كنشتغل غير الفن. كنت قبل كندير امبلواي د فارماسي قبل ما يعني مين كانت عندي جيم. كنت خدام في لافارماسي، نبيع الدواء، ولكن مين كنت عاد في البدايه الفنيه ديالي كنت عاد ما معروفش بزاف، يعني خدام في لافارماسي، ولكن وليت كي تعرف هذا مشكل بزاف تاع الناس اللي سبحوا في الخدمه ديالهم على مثبت الفن. بزاف ديال الناس ماشي غير انا، ولكن علاش سمحت؟ حيت كيجيوك سهرات، كيجيوك عروض، كيجيوك تورنيات، ما تقدرش يعني لا فارماسي خصك تبقى خدام فيها يعني من 8 ل 12 من 2 ل 8 المهم السبت العشيه لحد ما تخدمش، يعني ما تكفيكش يعني تكون عندك سواري بعيده، فهمت؟ يعني راك عارف الفن يتحرك، يعني ما تقدرش توالم ما بين الخدمه ديال الصيدله وديال الفن. هذيك هي صافي، خليت الصيدله وتفرغت غير الفن. اخر كلمه شوف تي في. شكرا بزاف شوف تي في اللي زعما تبارك الله ديما مواكبه الجديد ديال الفنانين الحالات الاجتماعيه، المهم تبارك الله يعني طوبسيون. وشكرا بزاف السي طارق اللي عطيتنا هذه الفرصه. طارق خونا راك كيما نقولوا تعاوننا لف بلا شوف التي في ديجا الحمد لله الخير ديالك يعني ما نكروش، عاونتنا بزاف ديال الحوايج زعما الصراحه فنيا واجتماعيا الا جينا نهضروا ما غاديش ما نريضوش. هذا والله يخليك على صباغتك ما تبدلش. وشكرا طارق، وشكرا شوف التي في.